في ديسمبر من عام 1934 تعرضت الكويت إلى أمطار غزيرة أدت إلى هدم العديد من المنازل التي كان معظمها من الطين، كما انجرفت الطرق التي لم تكن معبدة ومجاري الصرف. قد أظهر الكويتيون كعادتهم في أوقات المحن والأزمات أروع صور التعاون والتراحم، فقد فتحت بيوت أهل الكويت لإخوانهم أصحاب البيوت المنكوبة، أخذوا ينظمون أنفسهم، حيث كان مهمة بعضهم ضيافة الأسر المنكوبة ونقل أثاثها، مهمة البعض الآخر ترميم البيوت وإعادة البناء. كما قامت الحكومة بمساعدة الأهالي، فاتخذت من المدارس ملاجئ للمتضررين ووزعت عليهم ما يحتاجون إليه من مأكل وملبس. يطلق أهل الكويت على تلك الأمطار التي صادفت هطولها شهر رمضان، يطلقون عليها سنة الهدامة، لأنها هدمت البيوت. وقد أخذ الكويتيون يؤرخون مناسباتهم بهذه السنة إلى أوقات قريبة جدا. وقد شهدت الكويت عام 1954 أيضا أمطارا غزيرة تشرد جراءها حوالي 18,000 نسمة، ودمرت حوالي 500 منزل. وقد شكلت الحكومة حينذاك لجنة برئاسة الشيخ صباح الأحمد لتقدير الأضرار التي تعرض لها الأهل.